لك حيتأخر الزلمة، خلينا نفل. لا 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 شو نفل؟ اللي ست شهور ونص بخطط لهيدي النصب اليوم بدك تفل؟ خليك خليك. بس ما رح تزبط. وحياتك رح تزبط ورح تصير الملعقة اللي ناكل فيها دهب، هيدا المشروع اليوم بده يقيمنا فوق الريح. رو ما رح تزبط. رح تزبط. ما رح تزبط. رح تزبط. أنا بدي فل. أنا بدي فل. إيش زبون؟ عرم عرم عرم. مرحبا. رهيب الحديق، صاحب مقولة لبنان هو صلة الوصل بين الشرق والغرب. حلو. محسون حفيحف بطل العالم بالمونوبولي أو فاتح مكتب عقاري اسمه عقاراتكو. لكن إن شاء الله اليوم نتفق مع بعضنا ونشتغل سوا. عيب. قل له. لا أنت قل له. حضرتك يا أستاذ أنت طلفنت لي من يومين وقلت لي إنه الشغل واقف كليا بالبلد وحركة ما فيه، صح؟ صح. ليش طلع معكم غير هيك؟ عيب. قل له. لا انت قل له. كمان يا استاذ انت قلت لي انه المصالح كلها واقفه والمطاعم فاضي والمولات فاضي والسناكات فاضي وجميع المنتزهات فاضيه، صح؟ صح. ليش انتوا لقيتوا حل لهالموضوع؟ عيب. قل له. لا انت قل له. كمان انت يا استاذ قلت لي انه اذا بتلاقي حركه بهذا البلد وبتلاقي ناس وبتلاقي اجر مستعد تستثمر باي مكان، لانه انت صاحب مقوله في الحركه بركه، صح؟ ولك صح. ليش انتو لقيتوا مطرح في عجقة وناس فوق بعضها؟ عيب. دلو. لا انت دلو. انا يا استاذ وجدت لك احسن مكان بهذا البلد، في عجقة، في عالم، في ناس. حلو كتير. انا مبسوط قد الدنيا. دلوني على المطرح بس على شرط يكون في عليه اجر. يا استاذ نحن قررنا نبيعك الاوتوستراد الممتد من الكازينو لغاية الدورة. عالم هيك السير ما بيوقف 24 24، يعني بين الإنسان والإنسان ما بينحط شعرك، صدقني. وانت شو بتعمل؟ بتوقف شغيل عند الكازينو بتعطيه 10 دولار باليوم، وكل سيارة بتمرق بيقبض من 10 دولار، وكل كاميون بيمرق بياخد 50 دولار. لحق عمال. ايه ونحن حصتنا هتكون خط الرجعة، يعني احنا بنقبض من اللي راجع، انت بتقبض من اللي رايح. يعني بفهم منكم انه انتو حسبتوها على فرد ميلي ما حسبتوها على الميلتين. ما فهمنا كيف. رح يعبدنا دفعة أولى. فكركم تنصبوني؟ انتو حسبتوا حساب الروحة بس ما حسبتوا حساب الرجعة. يا أستاذ الرجعة علينا. لا راحت عليكم. إذا في عجقة، في عجقة، وكيف لو يكون في جنازة؟ خد لك عجقة.